عشا كانون الأول يوم العالمي لحقوق الإنسان. بعشا كانون الأول 1948 اعتمدت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فصار هيدا النهار يوم العالمي. وهالإعلان بيتضمن حقوق كل إنسان دون أي تمييز بالجنسية أو مكان إقامته أو دينه أو لغته أو أي شيء تاني. ومع الوقت قبلت الحكومات والشعوب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كدستور حياة وقانون عايش لإله، وتبنته كل دول العالم تقريبا. وفينا نعتبره الأساس لنظام هدفه حماية حقوق الإنسان، وخاصة بتركيزه على الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والشعوب الأصلية والمهاجرين. وبتم الاحتفال بهيدا اليوم العالمي لحقوق الإنسان سنة 2021 تحت شعار المساواة، يعني الحد من التفاوت بين كل الشعوب، وكمان تقدم أكثر وأكثر لقدام بموضوع حقوق الإنسان. بالختام ما ننسى أنك أنت إنسان وإلك حقوق، جرب ما تتنازل عنها. إلى اللقاء بحلقة جديدة وموضوع عالم جديد.